ربما يكون تاريخ الأشياء هو ما يعطي قيمة لها، وربما يكون جمال معمارها هو ما يجعلنا نزورها. فما رأيكم أن يصحبكم الخيميائي في رحلة على ضفاف التاريخ؟ أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، إنه شارع المعز. ترى من أنشأه وفي أي عصر؟ تعددت محاولات الفاطميين دخول مصر لضمها إلى دولتهم التي قامت بالمغرب، ونتيجة للضعف الذي أصاب الدولة العباسية في بغداد، انتهز المعز لدين الله الفاطمي الفرصة وبدأ في إعداد جيش من 100,000 مقاتل أرسله إلى مصر لفتحها، وعهد إلى جوهر الصقلي قيادة هذا الجيش. وصل جوهر الصقلي إلى الأسكندرية واستولى عليها دون مقاومة تذكر، وفي عاصمة مصر لم يكن الأمر مختلفا، فقد رأوا أن لا طاقة لهم بمقاومة الجيوش الفاطمية الكثيفة، ولم يكن للخلافة العباسية أي قوى عسكرية هناك. حرص جوهر على إنشاء مدينة جديدة تكون مقرا للخليفة المعز وللخلافة الفاطمية. اختار موقعها إلى الشمال من العواصم الثلاثة السابقة، وهي الفسطاط والعسكر والقطائع. وضع حجر أساس مدينة القاهرة وأحاطها ولأول مرة في عواصم مصر بسور سميك من الطوب اللبن. أمضى جوهر الصقلي مدة حكمه في التمكين لحكم الفاطميين، وعندما أتم بناء القاهرة والأزهر أرسل إلى الخليفة، وبعدها خرج المعز لدين الله الفاطمي من المنصورية بالمغرب قاصدا مصر، لكنه لم يترك رفات آبائه وأجداده وأحضرها معه لتدفن في القاهرة، وأصبحت القاهرة في ذلك الوقت عاصمة لمصر ومركزا للخلافة الفاطمية. الله أكبر، الله أكبر. توالى الخلفاء على الدولة الفاطمية حتى فشلت محاولات الخليفة المستعلية في طرد الصليبيين، إلى أن استطاعت جيوش السلطان العادل نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شركوه وابن أخيه صلاح الدين في إخراج القوى الصليبية من مصر. وبعدها استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يقضي على الخلافة الفاطمية ويؤسس الدولة الأيوبية. لا إله إلا الله. القلعة، جامع محمد علي، أو ربما قلعة القاهرة، أسماء أطلقت على قلعة الجبل توج فيها سلاطين وذبح آخرون. لنبدأ فيها رحلتنا. تسمى قلعة صلاح الدين الأيوبي باسم قلعة الجبل لكونها بنيت فوق مرتفع يتصل بجبل مقطم، حيث أراد صلاح الدين الأيوبي بناء سور ضخم يضم عواصم مصر القديمة وقاهرة المعز، وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الله على جبل مقطم. كان السبب وراء بناء القلعة أن السلطان صلاح الدين الأيوبي لما أزال الدولة الفاطمية لم ينتقل من دار الوزارة في القاهرة، فأراد حماية القاهرة من أي عدوان خارجي، وكذلك حماية سلطانه من أي تمرد داخلي، وبخاصة بعد قضائه على المذهب الشيعي الذي كان سائدا منذ الدولة الفاطمية. ويوجد بين أسوار القلعة جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ويوجد في وسط القلعة تقريبا، وقد ظل المسجد الرئيسي للقلعة حتى بنى محمد علي مسجده. ارتبطت قلعة صلاح الدين الأيوبي باسم محمد علي باشا إلى حد كبير بسبب ما شيده بها من مباني جديدة، أشهرهم مسجد محمد علي، والذي يعد أكثر معالم القلعة شهرة في وقتنا الحالي. ويسمى أحيانا بمسجد المرمر لكثرة استخدام هذا النوع من الرخام في تكسية جدرانه.
مر بهذه القلعة الشامخة العديد والكثير من الأحداث التاريخية الدامية، فيها توج سلاطين وذبح آخرون، وظلت منذ أن أنشأها صلاح الدين الأيوبي مقراً للحكم في عهد الدولة الأيوبية ودولة المماليك، وكذلك في عهد الولاة العثمانيين وفي عهد الأسرة العلوية أسرة محمد علي، إلى أن جاء عصر الكديوي إسماعيل الذي اتخذ من قصر عبدين مقراً للملك، وبذلك انتزع قصر عبدين حكم مصر وأسدل الستار على قلعة الجبل كمقراً للحكم. كانت قلعة الجبل مقر الحكم طوال عهد الأيوبيين ومن تلاهم حتى عهد محمد علي، لكن الأمر قد اختلف حين جاء الخديوي إسماعيل. كان هدف الخديوي إسماعيل أن يحيا بين شعبه، فوضع قصر عبدين وسط المدينة منهيا بقاء الحاكم خارج المدينة بعد نحو 700 عام من العزلة. ويرجع اسم القصر إلى عبدين بيك أحد القادة العسكريين على عهد محمد علي باشا، فاشتراه إسماعيل من أرملته وضم إليه أراضي واسعة وشيد مكانه هذا القصر. تدخل القصر من خلال باب باريس أحد أشهر أبواب قصر عبدين المصنع من الخشب الفاخر، حيث أمر الخديوي إسماعيل بتصنيعه في باريس لتدخل منه الإمبراطورة أوجيني خلال زيارتها لمصر، ومن هذا الباب تدخل إلى الباب الرئيسي للحرملك. وقصر عبدين عبارة عن طابقين، يشتمل الطابق العلوي على السلملك والحرملك، أما الطابق الأرضي فيضم مقر الحرس ومكاتب الخدم، وعلى عكس القصور الأخرى فقصر عبدين يجمع بين الحرملك والسلملك في مبنى واحد، وهما يعد مخالفة للتقاليد المتبعة في مصر واسطنبول. اضطر الملك فاروق إلى التنازل عن العرش لصالح ابنه الرضيع أحمد فؤاد، وانتقلت إدارة البلاد إلى حركة الضباط الأحرار حتى ألغى الثوار النظام الملكي وأعلنوا مصر الجمهورية، وبذلك انتهى قرنا ونصف من حكم سلالة محمد علي باشا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتسيب لنا أراك في الكومنتات. سلام.